بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خاوتي، اليوم راح ندير لكم فيديو ونوري لكم كيفاش تركب لي سيغما في البيستون تاع سينيك لا ليزاج تاعو كما تشوفوا لهنايا 80 على 250 على 2 على 3 ملم. 80 هي من هنا لهنا 80 تاع ليزاج. ال والدو 2.50 هي العرض تاع هذه السيجما ملم، وهذه الدو وهذه تاع راكلور 3 ملم. راح نوريكم خطه لي زابرونتي ولا لي ميكانيسيان نو كاليفي كيفاش كومون تيرسي لي سيغمون، كيفاش نحطهم سورتو في السيارات ولا في لي بيستون اللي يعود عندهم 3 سيغمون برك، مش 4، كاين اللي كاين 4. اولا ندير هنا شلطه كما راكم تشوف من هنا لهنا، هذه تجي مع لاكس، هذا لاكس، ندير شلطه بالكريان ولا فاتر ولا نادر تاب الاحمر باش تبان لكم باللي راهي مع لاكس. الشلطه هذه الحمراء مع هذا لاكس، هذا هو لاكس بيستون نقولوا خاوتي، هذا هو لاكس بيستون راكم تشوفوا فيه. با ندير الشلطه هذه ومن بعد نشوف كيفاش نتيرسي لي سيغمون في البيستون. اولا ندير شلطه لهنا كما راكم تشوف تاع لاكس، من لاكس من هنايا لهنايا لاكس هنا، ومن بعد ندير مثلث لي فلاش. نبدا بهذا الركلور تاع الزيت، شوف وين ندير هنا، نديرو هنا جامي، ندير هنا الفتحه وجامي ندير لهنايا في لاجيب. الفتحه ما تجيش في لاكس بيستون وما تجيش في لاجيب بيستون، تجي لهنا. والاخرى نديرها العكس اللي فوقها تاع لا كومبريسيون، اللي فوق هي تاع لا كومبريسيون. شوف وين ندير هذه، هاي هاي ورا هاي مش ما في لاكس بين لهنا، هذه تاع لا كومبريسيون. ومن بعد ندير تاع الانفجار اللي هي هذه، هي تاع النار هذه تشد النار، خاطرش راهي اسي على هذه كون تجي قد تكسرها ما تكسر لك، تعوج ما تكسرش، بس هذه كنت تعوجها شويه راح تكسر. هذه تشد، قلنا هذه تشد الزيت، اللي فوقها تشد لا كومبريسيون باش لا كومبريسيون ما تحبطش لتحت، وهذه تشد النار باش النار ما تحبطش لهنا كما راكم تشوفوا خاوتي. من بعد شنو ندير؟ نجيب السير سيغمون اللي هو هذا، هو نحطو لهنا ونشد وندور حتى نفرمي عليه هكذا، ومن بعد نحط في السيلندر تاعي، نعطي خبطه لهنا بماي، حاجه تاع ما تكونش تاع حديد لهنا، طاك يجي في السيلندر تاعو وخلاص، ونثبت بياسر البالي تاعو، نثبت البالي هذه بالكوسيني وخلاص ونسيري. هذه فيما يخص كيفاش تركب لي سيغمون وكيفاش تيرسيهم في لي بيستون. هذه راهي ماهيش خاصه الا بالسينيك، راهي خاصه بالسيارات وكل اللي فيهم لي بيستون تاعهم فيه ثلاث سيجمات، ما فيهش اكثر. وساعة اخرى نوريكم كيفاش نركبوا لي سيغمون ولي البيستون تاعهم فيه ربع سيجمات. حاجه اخرى حبيت نوريها لكم خالتي، هو كما راكم تشوفوا لهنا البيستون، ديما نبداو بالراكلور، ديما نبداو بهذا الثالث، ديما نبداو بالثالث
خاطرش كنا نبداو بهذا وبعد ذاك بهذا قادر نكسره، ومن بعد نبداو بالثاني وبعد الثالث. شوفوا الخطه كي نجي نركب واش لازم نتبه، ركزوا معايا مليح. كي نجي نركب نبدا بالراكلر، واش نتبه؟ ركزوا معايا، تلقاو فيه كتيبة. راك تشوفوا فيها، تلقوا فيه اس ام مكتوبة، اس ام هايلي. كنوريها لكم هاي ليك، هذه اس ام ديما تجي لفوق، لازم هذه تجي هكذا لفوق، ما تقلبوهاش، لازم الكتيبه تجي لفوق. والثاني هذه شوفوا واش نلقاو فيها، نلقاو فيها اس ام والطب، طب هي معناتها الفوق. بس شوفوا كاينه لا ديفيرونس ما بين هذه وهذه، ما بين الثانية والثالثة. شوفوا لهنا لا رينير كاين فيها واحد الرينير هنايا، شغل ما مش بلا قد قد. شوف هذا البلا تاع الأولى يجي لفوق، وهذا البلا تاع الثانية يجي لتحت. شوف ورا هاي لا رينير تاعها، هذه لارينير تجي العكس، تجي هكذا. وانتوما باش ما تغلطوش تبعوا الا الطوب، لقيتوا الطوب ديرها الفوق وروحوا الاولى، من بعد تلقاو لهنا. درك نوري لكم هاي اس ام، هاي ليك، هاي اس ام راهي، وهاي الطوب. هاي الطب مكتوب لهنايا، هادو ديما ديروهم الفوق. خاوتي في الاخير ان شاء الله راكم استفدتوا من هذه لا فيديو، لا عجبتكم ديروا لايك، وما تنساوش تابوني في لاشين حميد ميكانيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.